طبعا هذا هو السوفت وير اللي عم بحكي عليه، اسمه كود دايجنوستيك. في له واجهتين، في الايزي والاكسبرت. طبعا ميزة السوفت وير هو انه مثل الويزرد تبع الويندوز، عبارة عن خطوات 1 2 3 4 5 6 7 8، كتير بسيط وكتير كتير سلس. في له نسخة ديمو للي بيحب ينزلها. وبالنسبة لاستعماله بحتاج شغلتين، الأولى هي السي بي سي تي، واللي هي صارت من أساسيات زراعة الأسنان، لازم قبل ما نشتغل أي حالة زراعة لازم يكون في عنا سي بي سي تي. والشغلة الثانية اللي هي نسميه الاس تي ال فايل، أو هي الطبعة الإلكترونية أو الطبعة الديجيتال لتم المريض. وكمان معظم العيادات صار فيها سكانرز، وبالإضافة إنه المخابر أكيد كلهم عندهم سكانر. ممكن مجرد ما تاخذ طبعة تبعتها للمخبري راح يعمل لك الـ STL فايل عليها. في هاي الحالة أنا حابب أفرجيكم خطوة خطوة كيف نستعمل البرنامج. أول شيء طبعا هي الحالة هي فقط ضاحك سفلي يمين. للأسف حاليا كل برامج البلانينج بتقسم لنا الفكين، إما تختار الفك العلوي أو الفك السفلي. لحد الآن ما في سوفت وير بيخليك تشتغل حالة على العلوي والسفلي مع بعض، فاعتبار أنا هون بالنسبة لي ضاحك سفلي، فراح أختار ضاحك سفلي المانديبل عفوا. نقول له أوكي. أول خطوة راح نعملها هي انه نسميها سيجمنتيشن، واللي هي نحن بالسي بي سي تي، هاي السي بي سي تي مع للمريض مع السوفت تيشو. بالسي بي سي تي دائما المريض بياخذ الفكين مع بعض العلوي والسفلي، نحن اعتبار راح نشتغل بالفك السفلي ولسهولة العمل، وحتى نحسن بسهولة نطابق ملف الاس تي ال اللي هو الطبعة الديجيتال لتم المريض على الدايكوم فايل او السي بي سي تي، الاشعه السي بي سي تي. فلازم نفصل الفكين عن بعض، وهذا بنساويه عن طريق السيجمنتيشن. فاول شيء اللي بنعمله انه بدنا هون نختار الفك السفلي، وبعدين بنساوي شيء القص بهذه الأداة الموجودة هون اللي على شكل مقص، راح نحدد الفك السفلي. بهي الطريقة بحيث إنه نختار بس أسنان الفك السفلي أو المانديبل يعني. الخطوة الثانية اللي هي إنه نلعب شوي بكمية اللي بده يظهر، أو شو بنسميه الأشعة، مشان نروح الارتيفكت في المناطق اللي في عليها ميتال أو زيركون، مثل الطرف اليسار إذا انتبهتوا. راح أحاول أميل الصورة عشان نشوف الطرف اليسار. هون في عنا artifact اللي هو تكسر الأشعة حوالين الأجسام المعدنية، وزيركون طبعا هو من الأجسام المعدنية. فإذا انتبهتوا هون ممكن إذا كل ما علينا لفوق كل ما خف الارتيفكت، بس بالمقارنة كمان عم بيروح عنا العظم، وعم بظهر عنا بس الأجسام الصلبة اللي هي المعدن تبع التيتانيوم أو الزيركون، وبنفس الوقت المينا والملاط تبع السن. فبالتالي نحن نصل للطريقة متوازنة بحيث نظهر العظم ونخفف الارتيفكت. فمن خلال هاي اللي هون ممكن نلعب فيها بحيث نحصل على نتيجة مقبولة. أو ممكن هون من الخيارات المسبقة ضمن الجهاز إنه نختار البون،
فهو اوتوماتيك بيعطينا البون. بس هون بهاي الحالة لسه الارتيفكت لسه مبين، فممكن انه نرفع شوي اكتر مشان نخفف المشاكل الموجودة في السي تي سكان. طبعا اذا كان تم المريض خالي من اي تركيبة بتكون هي السي بي سي تي المثالية، وشكل الاسنان بيطلع كتير حلو، والبروسيس تبعنا بيكون كتير كتير سهل وسلس. بينما اذا كان عندك المريض عنده فول ارش كله عبارة عن كراونات وفينيرات وهالشغلات، كله راح يصير في عليه ارتيفكت ويأثر على جودة الصورة. فبعد ما حددنا المنطقة اللي بدنا اياها راح نلونها. طبعا من هون من أحسن نختار الألوان اللي بدنا اياها، هيك إذا كبسنا بالزر اليميني للماوس ممكن نلاقي الألوان اللي بدنا اياها، بنختار اللون اللي بدنا اياه، وبعدين بنلون هاي المنطقة اللي هي بدنا نشتغل عليها، واللي هي مثل ما اتفقنا قلنا الفك السفلي. المرحلة اللي بعدها إنه بنخفي أي شيء تاني ما هو معلم من خلال هون سورس visible in 3D، بس بنشيل التك اللي جنبه، اختفى الفك العلوي، ضل عنا بس الفك السفلي، وبعدين بنلغي التحديد فصار عنا الفك السفلي موجود بشكل شبه كامل تقريبا، ما عدا هون الارتيفكت. طبعا نحسن من خلال أداة مثل المحاي تقريبا اللي هي هاي، أو الفرشاة، ممكن إنه نمحي المناطق للي فيها تشوهات للي ممكن تأثر علينا. نطلع من هاي بعد ما خلصنا من هون. شايفين هاي المراحل اللي قلت لكم عليها، 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا قررنا بس ندرس كيف راح نحط الزرعة بكفينا لعند المرحلة رقم 5. بس إذا قررنا نعمل سيرجيكال جايد ونصدره للمعمل لنطبعه، أو نحن نطبعه عنا بالطابعة إذا موجود عنا طابعة 3D printing، ممكن نكمل لحديت المرحلة الثامنة. شايفين هذا الفك السفلي شلون صار ملون؟ صار موجود عنا إياه بهذا اللون الأصفر اللي هو تحت، هذا نحن سميناه مانديبل. إذا كبسنا الزر للي جنب المانديبل راح يختفي، إذا كبسناه راح يظهر. إذا لغينا الديفولت، الديفولت هو التصوير الأساسي أو سي بي سي تي الأساسي للي أخذناه للمريض، هيك اختفى السي بي سي تي كامل، ضل عنا بس الاختيار تبعنا. المرحلة الأولى في البروسيس اللي هي انه نساوي البوزيشننج للسي بي سي تي، هاي كتير كتير بتهمنا خصوصا بالفك السفلي لتحديد قناة العصب، لانه اذا نحن اذا كان البوزيشن تبعنا غلط ما كان موازي او وضعية الفك اثناء التصوير ما كانت مزبوطة، فرح يطلع معنا قراءة غلط لمكان القناة، وبالتالي رح تعطينا أبعاد غلط. المفروض نحن مثلا يكون عندنا 10 مليمتر، ممكن تعطينا موجود عندنا 8 مليمتر، أو ممكن تعطينا عندنا 12 مليمتر، وهذا كله بيأثر علينا في تحديد الكيرف. وقت بنحدد الكيرف هو بتحدد من خلاله المقطع للي رح يقرأ مكان العصب. فهون بنحاول، هذا هو فتحة الثقب الذقنية، ووراها بده يكون ماشي العصب، فنحاول موازي للخط الهوريزونتال تبع الاكس راي، فبنحاول نعدل فيه شوي لبين ما يصير شبه افقي، هيك معقول كتير. بعدين الخط المتوسط كمان هون ممكن نعدل عليه، وهون كمان إذا كانت مي متناظرة ممكن نعدل عليها في الثلاث اتجاهات تبعت الـ 3D. خلصنا المرحلة الأولى، راح نروح على المرحلة الثانية اللي هي تحديد الكيرف. تحديد الكيرف بيطلع منه البانوراميك كيرف. هلا إذا انتبهتوا هون
شايفين البانوراما شكلها مخربط كتير كتير لأنه الكيرف مش محدد بشكل جيد. هلا بنقول المرحلة رقم 2، نحن رح نشتغل على الفك السفلي، فمننزل من الكراوزر هون للفك السفلي بحيث يطلع أكبر مقطع معقول للعظم بهي المنطقة تقريبا، ومنمشي النقاط تبعيتنا بنختارهم على منتصف العظم. يعني هيك صار الكيرف مقبول جدا. لاحظ هي هي منطقة الفقد تبعنا، وشلون حطينا الكيرف تبعنا في نص مكان الفقد، في نص البكل واللينجوال تبع المنطقة تبعيتنا، بالإضافة إنه الكيرف مكمر في الأسنان المجاورة في نص العظم مشان يعطينا فكرة عن الأسنان المجاورة أثناء البلانينج تبع الكيس تبعنا. شايفين شلون تعدلت البانوراما هلا؟ صارت مقبولة جدا جدا مقارنة مع الصورة اللي قبل. المرحلة الثالثة، هاي المرحلة الثالثة طبعا بتكون موجودة بس بالفك السفلي، بالفك العلوي ما بنحتاجها واللي هي تحديد القناة السنية السفلية. بالفك العلوي بنعرف انه ما في موجود قناة سنية سفلية، فراح نبلش فيها. هون عنا موجود باللوحة على اليسار عنا الرايت نيرف وعندنا الليفت نيرف، نحن اعتبار عم نشتغل على طرف اليمين فبنحتاج بس للرايت نيرف. فاللي بنعمله هون بس بالبانوراما، في عندنا خيار صغير بهذا المثلث اذا كبسناه بياخذنا على كروس سكشن بالاضافه للبانوراما. فهون صار في عندنا بالبانوراما ممكن نشوف نظرة عامة عن العصب. شايفين هون هلا إذا كبرنا العصب عم بيبين، هذا هيك العصب، هون القناة عم تمشي القناة الفتحة يعني. فمنبلش بالمناطق المبينة، مثلا إذا حطينا نقطة هون نفس النقطة بتكون بالشاشة اللي فوق، إذا كبسنا عليها بشكل مكبر يعني بتصير مثل مكبرة. فبس بنعدل نحن مكان النقطة تبعنا، بنحطه في مكان العصب تماما وبنمشي. نرجع مرة تانية، طبعا هاي المنطقة بعيدة عن مكان شغلنا، فممكن إنه بس نعتمد على الشيء الظاهر بالبانوراميك بالصورة البانورامية ونضل ماشيين. بس نقرب على المنطقة تبعيتنا بنحاول انه نكون اكثر دقة من خلال الكروس سكشن. فهلا هون شايفين بلشنا نقرب على المنطقة اللي بتهمنا، الفتحة هون صايرة. ممكن نلغي هاي هون، هاي لانه عم تعطينا محطوط البلس فوق المكان التحديد تبعنا. هون وصلنا تقريبا على فتحة القناة. وهي خلصنا من منتل الفرن. نرجع بنكبس هذا المثلث الصغير ونرجع للشاشة اللي قبل. العصب صار محدد في كل الصور تبعنا. المرحلة اللي بعدها اللي هي بدنا نركب الديجيتال سكانينج أو الديجيتال امبريشن تبعت المريض على السي بي سي تي مطابقة. هاي أهم مرحلة، مرحلة كتير كتير مهمة بالسيرجيكال جايد إذا قررنا إنه نكمل السيرجيكال جايد، لأنه السيرجيكال جايد بنطبق تماما على الأسنان. طبعا إذا السيرجيكال جايد فيه له كذا أنواع، نحن عم نحكي على السيمبل سيرجيكال جايد المحمول على الأسنان.
فايل تبعنا موجود على الأسنان، محمول على الأسنان، فبالتالي هو منطبق على الـ STL فايل. بينما الزرعة تبعيتنا هي موجودة على الـ DICOM فايل أو على الـ CBCT، فبالتالي عدم انطباق الـ STL فايل على الـ DICOM فايل بيساوي ديفيشن، أو بيساوي إنه ما تطلع الزرعة في مكانها مظبوط، يعني خطأ في التنفيذ تبع البلانينج تبعنا. من هون ممكن نختار لود موديل سكان، أنا حطيته على سطح المكتب عندي. هذا هو الفك السفلي تبعي، ومنختار هون Align to other object. الأوبجكت هو في عنا خيارين، نريد الديفولت اللي هو قلنا الفول سي بي سي تي، وشايفين شلون موجود عليها الفك العلوي والفك السفلي، وما راح نحسن نتحكم في السطوح الطاحنة، ما راح نحسن نوصل للسطوح الطاحنة أو السطوح اللسانية للفك السفلي، مشان هيك نختار السيجمنت اللي سويناه نحن بالمرحلة الأولى. نختار نيكست. هلا شو بنعمل؟ بنبلش نختار نقاط، نقاط موجودة هون وهون تكون مشتركة، يعني مثلا إذا كبرنا هون شوي السطح الطاحن، نختار النقاط اللي ما بتكون مشوهة، السطح الطاحن تبع السكند مولر اليمين واضح جدا جدا، وهو نفسه شوفوا هون بالـ STL فايل نفس الحفرة نختارها، نختار مثلا هاي النقطة على البكر تبع الفيرست مولر. دايما بنختار بشكل ثلاثي، يعني بالخلف اليمين، بالأمامي، وبالخلف اليسار، فهاي هو قصد بالاختيار الثلاثي للنقاط. هاي منطقة على الحد القاطع للسن الأمامي للسنية السفلية اليمين، لما بصير هون أخضر تحت معناتها الكمبيوتر شاف إنه ممكن يركب الـ STL فايل على الـ DICOM فايل، بس نحن بدنا يكون منطبق بشكل كامل 100%، فلازم نكتر النقاط، بس بالمقابل ما بنختار نقاط في مناطق فيها تشوه، نختار مناطق واضحة جدا جدا سواء في الدايكوم أو في الـ STL. أحيانا مثلا ممكن تاخذ STL فايل أو طبعة ديجيتال يكون فيها لعاب مثلا أو في تشوه، فهي المنطقة ما بتختارها أنت وقت تحدد النقاط تبعيتك. يعني حسب الموجود عندنا هلا ما بقى نحسن نختار مناطق أكثر، فراح نقول له نكست. هلا الكمبيوتر عم بحسب الداتا وبحاول يركب الصور على بعضها. من هون بنحاول نفحص انطباق الـ STL، الـ STL هي باللون الأزرق، الخط الأزرق على الـ DICOM فايل. شو بدنا نعرف جودة الانطباق؟ من خلال شايفين الخط الأزرق شلون محيط كامل على السن، هذا دليل إنه الانطباق ممتاز. في هذا المقطع كان الانطباق ممتاز، هذا المقطع من الأسنان الأمامية كمان نشوف هون على الحد القاطع كيف الانطباق من لينجوال ومن البكال، ممتاز جدا جدا على الحد القاطع. هاي مشيناها بالغلط، تمام شايفين شلون الانطباق صاير. كمان هون إذا طلعنا على المثال بيفرجينا الأزرق هو الطبعة تبعيتنا، والأصفر اللي هو الدايكون فايل، بنشوفهم شلون منطبقين بشكل شبه كامل تقريبا. طبعا الأزرق اللي تحت هون لسه، طبعا لسه السوفت تيشو ما بتطلع على الدايكون فايل،
وهاي المناطق الناقصة عنا إياها كانت، فطلعت بشكل أزرق. بس بالمقابل نشوف المناطق الإمامية كيف منطبقة بشكل كامل، الدايكوم على الـ STL file، فبنقول له finish هون. طيب هلأ صار في عنا الـ STL file وعنا الدايكوم فايل. بس في شغلة أنا بعملها دايما، أنا بحاول دايما أساوي الواكس أب أو الفيرتشوال واكس أب برات السوفت وير. كل سوفت وير البلانينج موجود فيها إمكانية إنه تحط السن، بس المشكلة إنه ما بيكون دقيق وبضيع لك وقتك كتير كتير، وما بيكون مزبوط 100%، ما بتتحكم فيه لأنه ما في عندك العلوي أو المقابل تبع السن اللي أنت بدك تشتغل فيه، وصعب التعامل معه. فدايما أنا مثلا أنا في عندي الإكسوكات، ممكن إنه أساوي الديزاين على الإكسوكات وأساوي له تصدير as STL file، أو ممكن تقول له للمخبري تبعك يعمل لك فيرتشوال واكس أب ويبعت لك إياه للسن للي راح تعوضه، لأنه اتفقنا نحن المريض بده سن، ونحن دايما بنبلش من السن وبننزل على الزرع. ففي هاي الحالة كمان بنساوي استيراد للسكان اللي هو الفيرتشوال واكس اب. هذا هو عندي هذا السن. ودايما لما بيشتغلوا المخبري فبيستعمل نفس الواكس اب تبعك، فبالتالي الاتجاه تبعه لحاله بيركب مباشرة في مكانه الصحيح بدون ما اي مجهود وبدون اي مطابقة او اي شيء. مجرد ما تعمل له كوبي الاينمنت، شايفين نزل السن مكانه هون موجود صار، اذا كبرنا الشاشة بدون اي مجهود مني او اي شيء انا عملته، عبارة عن بس عملت كوبي الاينمنت اللي هو نقل الالاينمنت تبعت الـ STL فايل تبعت الـ Digital Impression، نقله مباشرة وحط الـ Virtual Wax Up مكانه على الـ Dicom فايل. فبنقول له Finish. المرحلة اللي بعدها اللي هي إنه نحط الزرعة تبعيتنا، هاي المرحلة رقم 5. أنا بالنسبة لي بستعمل سيستم اسمه نيودنت، فبختار السن، رقم السن اللي هو الضاحك الأول السفلي اليمين، وبختار الزرعة يعني من شكل العظم الموجود عندي مبين علي إنه العظم ضعيف، راح أختار زرعة قطر 3.5 بطول 11.5، اعتبار أنا انتبهت إنه المنتل فرمن فتحة الثقب الذقنية بعيدة عني، هي صايرة تحت الضاحك الثاني، فبالتالي بحسن باخذ الطول اللي بدي إياه أنا. فمجرد ما أقول له أوكي حط لي الزرعة، طبعا هو بطريقة وهمية يعني مش المكان المظبوط. إذا استعملنا الكراون أو إضافة سن من خلال السوفت وير نفسه مباشرة بعود بحط لي إياه هو تحت السن للي أنا حطيته، بس اعتبار أنا ما حطيت السن، أنا استعملت فيرتشوال واكس أب لحالي، حطه بأي مكان في الطرف اليمين، وبنحسن بسهولة إنه ننقله لمكانه الصحيح. بس بنقول له أول شيء Align View to Implant مشان يصير الفيو اللي بيطلع لي بالكروس سكشن طالع بس مكان الزرعة، حوالين الزرعة. فمجرد ما أنا بمشيها هون لتحت السن تبعي، بنبلش بقى بنظبط مكانها بالثلاث مقاطع اللي عنا اياهم هون، بنبلش بهون. تحت ممكن يفرجينا الافريج density of the bone، طبعا ما كتير دقيقة هالمعلومات، ولكن ممكن تعطيك فكرة
تقريبية. وطبعا هذا شيء منطقي، لأنه هون مثل ما شايفين عظم كثيف من اللينجوال ومن البكل، فممكن أنه فعلا تكون الدنسيتي تبعيتنا عالية. هذا السن الفيرتشوال واكس اب تبعنا، بنحاول أنه تكون الفتحة فتحة السكرو. أنا معظم حالاتي بشتغل سكرو ريتيند، نحاول تكون فتحة السكرو موجودة في منتصف سطح الطاحن. بس حاليا مع التطور اللي صاير حاليا، وصارت معظم أنظمة الزرع عندها السكرو الأنجل سوليوشن، اللي هو بيكون على شكل كرة المدخل تبع السكرو، فبالتالي ما بقى تفرق معنا كتير الاتجاه ضمن زوايا معينة. طبعا ما بنحسن نزيد عنها، فبالتالي حتى لو كان أنا وحطيت الزرعة تبعيتي بهذا الاتجاه، ممكن المخبري يساوي لي الفتحة بنص سطح الطاحن بدون ما يغير بالبوزيشن تبع الكراون، ياخده لينجوال زيادة أو بكل أو دهليزي زيادة. فبالتالي سهل علينا هي الشغلة، إنه نخفف عمليات الأوجمانتيشن، أو إنه نضطر نحط الزرعة في مكان محدد 100% بس عشان السكرو شانل تبعيتنا تكون في نص السنة. فيعني إذا حطيناها بهي الوضعية بتكون جيدة، بس نحافظ على البكالبون أكثر شوي. راح نشوفها بالوضعية الثانية، هاي وضعية 360 درجة. ممكن نفتلح حوالين الزرعة بشكل كامل، فبشوفها بكافة الاتجاهات. هون مبين إنه الزرعة مايلة، ممكن نحطها بهاي الطريقة، هيك صارت في النص. عندنا هون السيفتي للي مسافة الأمان حوالين الزرعة، اللي هو المستطيل الأخضر إذا انتبهتوا عليه. شايفين إنه هون كتير قريبة على الناب، فممكن إنه نحركها شوي هيك عشان تبعد عن الناب شوي، بالإضافة إنه نميلها شوي من الأبكس. تمام، نرفعها شوي. صار الوضع تبعها معقول نوعا ما، هاي 360 درجة. عم نفتح حوالين الزرعة. طبعا ميزت هدول السوفت ويرات انه بنحسن ناخذ كل القياسات اللي بدنا اياها. يعني مثلا في عنا شيء اسمه ديستانس، هاي المنطقة اللي هون، هذا الخط الأزرق اللي شايفينه، هي منطقة السوفت تيشو تبع المريض، اللي هو اللثة تبعت المريض. فبالتالي بنحسن بدقة، نحسب نحن شقد عنا سماكة اللثة، لأنه مثل ما بنعرف إنه سماكة اللثة بتلعب دور أساسي كبير كتير في الامتصاص العظمي حوالين الزرعة. حسب الدراسات الجديدة إنه لازم يكون عنا تقريبا 3.9، نحط الزرعة تحت اللثة بعمق 3.9 مليمتر على الأقل حتى نحصل على زيرو بون لوس. فمن خلال هاي السوفت وير ممكن إنه نشوف هاي الأرقام كلها، القياسات، نشوف ايش قد بعدنا عن السن المجاور، بالتالي نخطط الزرعة تبعيتنا بشكل دقيق كامل 100%. في بعض الحالات مثلا لما بيكون عندي السوفت تشيو أقل من هيك، مثلا أحيانا بيكون هون الوضع لسه، فبضطر أنزل زرعتي شوي صغيرة تحت العظم عشان أعطي السماكة المعقولة للسوفت تشيو. طبعا هذا كله بده يكون متناسب، بحيث إنه إذا كان عندي أنا بالأصل نقص بالسوفت تشيو، لازم أزيد السوفت تشيو، مش إنه أنقص العظم. فحسب الحالة، كل حالة لها وضع الخاص. في بعض الحالات مثل ما اتفقنا انه بنرفع اللثة سواء من خلال الطعوم الذاتية او الميكوديرم او الطعوم الاخرى، او بعض الحالات ندخل نحن على العظم
إذا كان ارتفاع اللثة، المريض عنده ثين بايوتايب، فمندخل على العظم مشان نحقق المسافة اللي بين اللثة، بين الزرعة، بين عنق الزرعة وبين سطح اللثة. بنشوف كمان وضع الزرعة بالمقطع الأفقي، شايفين أنه هون رايحة شوي لللينجوال، ممكن شوي نتفشى شوي صغيرة، ومثل ما قلت لكم هذا المربع الأخضر هي مسافة الأمان بين الزرعة وبين المجاورات، واللي اتفقنا هي عبارة عن مثل ما بنعرفها أنه لازم تكون 1.5 مليمتر بعد الزرعة عن السن المجاور، ولما يكون زرعة بين زرعة 3 مليمتر مثل ما بنعرف كلياتنا. نتأكد كل شيء تمام، ممكن حتى كمان نشوفها بالواقع هون على 3D إذا لغينا الديفولت اللي هي السي بي سي تي الكاملة، ممكن نشوف كيف الفتحة تبنيتنا طالعة من نص سطح الطاحن تبع السن. ممكن إذا خفينا السن تبعنا نشوف كيف رح تطلع من العظم أو من اللثة، شايفين هي الزرعة تبعنا، وإذا خفينا الـ STL file ممكن نشوفها على سطح العظم كيف رح تكون. فهي هون إذا خلصنا هاي المرحلة بكون خلصنا البلانينج تبع الكيس تبعنا، صرنا نعرف إنه كيف رح نكون محور الزرعة تبعيتنا من خلال نظرة صغيرة هون. ممكن نقارن محور الزرعة تبعيتنا حتى لو ما اشتغلناها جايدد، نقارنها مع السن المجاور، لأنه بنعرف إنه شكل السن للي طالع برات اللثة ممكن يخدعنا كتير كتير، فبالتالي ممكن نحن نساوي توازي مع السن المجاور ونطلع برات العظم، بينما بهي الطريقة بنعرف إنه نحن محورنا رح يكون موازي لسطح الناب، وإذا عملنا بهي الطريقة ما بنكون برات العظم أبدا أبدا. عشان هيك بقلكم إنه الدراسة الـ Virtual Planning كتير كتير مفيدة في عملية الزراعة وبتسهل عليك الوقت. هلا نحن إذا قررنا إنه نكمل للجايدد، نصل للمرحلة الثانية اللي هي نساوي السيرجيكال جايد. أول خطوة في هاي المرحلة إنه نختار السليف، فمجرد ما نعلم على الزرعة تبعيتنا في عنا أكثر من خيار للسليف، في عنا شركات عندهم يعني يونيفرسال سليفز، وفي شركات الزراعة، بعض شركات الزراعة بتأمن سيرجيكال جايد كيت للسيستم تبعها، فأنا اخترت تبع نيودنت. بنكمل على المرحلة اللي بعدها اللي هي اختيار او ديزاين تبع السيرجيكال جايد. طبعا السيرجيكال جايد راح يكون على ال STL فايل تبع الامبريشن. في هاي المرحلة راح نختار خط الادخال حسب ما بظهر الصورة، السوفت وير رح يعمل بلوك اوت للمناطق اللي فيها تثبيت، فدايما نحن بنحاول نظهر اكبر كمية من الاسنان من سطوح الاسنان عشان نحقق خط ادخال جيد، وبنفس الوقت نحقق تثبيت معقول للسيرجيكال جايد. هلا السوفت وير عم بساوي بلوك اوت،
هلا صار عندنا المثال مع بلوك اوت، شايفين مناطق التثبيت؟ اذا كبرت الصورة شايفين شلون مناطق التثبيت كلها سكرة حسب الفيو اللي اخترناه نحن. هلا لما نبلش نحط حدود السيرجيكال جايد تبعنا من خلال اختيار الأسنان، أو في عنا طريقة من خلال رسم مباشر للحدود. أنا بحب هاي الطريقة مشان هيك دايما بستعملها. بالعادة بحاول أعطيه أكثر قدر من الإكستنشن مشان المساعدة تبعيتي تساعدني إنه بتضغط بإصبعها من الطرف الثاني على الجايد، وأنا من طرفي محل ما بشتغل بحط إصبعتي اليسار على الجايد مشان نتأكد بالمية مية إنه الجايد ثابت خلال الدريلينج، والأهم خلال إنزال الزرعة، لأنه أي حركة في الجايد راح تصير ديفييشن في مكان الزرع. بعد ما خلصنا من هاي المرحلة من كروس نيكست، هون عم بيختار الأوفست اللي هو الفراغ بين الجايد وبين سطوح الأسنان وسماكة الجايد، هدول ما بنلعب فيهم مثل ما موجودين في السيستم. هلا بلش يتشكل الجايد. المرحلة اللي بعدها اللي هي بنسميها الانسبكشنز ويندوز، وهي نوافذ مشان تتأكد انه الجايد نازل مكانه على الأسنان صح، مثل فتحات. شايفين هلا صار في عندنا فتحة بين السنترالز. طبعا نختار الفتحة بطريقة بحيث ما تأثر على متانة الجايد، أي مناطق ضعف مثلا مثل هاي المنطقة اللي هون، هاي المنطقة هون تعتبر ضعيفة، ممكن نعدلها إنه إذا نرجع للمرحلة اللي قبلها ونقرب السن من منطقة الجايد أو ننزله لتحت، فبالتالي ما لازم نحط مناطق ضعيفة أو مناطق رقيقة لأنه هي كلها راح تكسر بعدين، ومتى ما كسرت خلص الجايد ما بقى نحسن نستعمله أثناء الشغل، فلازم ننتبه على هي الشغلة. اعتبر هذا الجايد ما راح نستعمله نحن، فبالتالي ما راح تفرق معي كتير. نحط مثلا ويندو على المولر، طبعا هدول الفتحات بنحسن من سواء من اللوحة اللي على اليسار نكبرهم ونصغرهم، أو من خلال زر الماوس الدولاب تبع الماوس بنكبرها ومنصغرها ومنطولها حسب ما نختار نحن. خلصنا من الفتحات. المرحلة اللي بعدها بنحسن نضيف اسم المريض، وبنحسن نساوي شيء اسمه الروتيشن ماركرز، اللي هي بنعرف نحن الزرعة إلى 6 اتجاهات، فبالتالي بتفيدنا هاي خصوصا لما بدنا نساوي temporary مشان نعرف اتجاه الهيكس تبعنا يكون موافق مع السطح الخارجي للزرعة مشان ما يكون الهيكس فيتل، أو في بعض الحالات إذا نستعمل انجلت امبلانت كتير كتير بفرق معك اتجاه الهكس، في حال كان الهكس مو موازي للسطح الدهليزي للسن. فبالتالي هدول المؤشرات بيعطونا اتجاه الهكس. هدول اللي قلت عليهم المؤشرات، شايفينهم هدول الخطوط هنن اتجاهات الهكس. طبعا الحامل تبع الزرعة بيكون موجود عليه نقاط متوافقة مع هاي الاتجاهات 6،
لأنه الهيكس هو سداسي السطوح. المرحلة اللي بعدها اللي هو اكسبورت، بنصدر فيه هذا الديزاين تبعنا على شكل STL فايل، سواء حتى نطبعه عنا بالطابعة أو حتى نبعته للمخبر يطبع لنا إياه. فمجرد ما نعمل next export، حطينا مثلا على سطح المكتب، هذا صار عندنا ال STL file موجود. إذا كبسناه هذا هو ال STL تبعنا. في عندنا كمان شغلة تانية حابب أقلكم عليها، بنحسن كمان نعمل شغلة تانية اللي هو export للبلانينج، virtual planning export next. فهون كأني نحن أخذنا طبعة لتم المريض والزرعة موجودة جواته، واستعملنا السكان بادي بتصل للمخبر بهي الطريقة، هو بيحسن يعمل بروسيسنج لل temporary crown وبرجع لك يا مثل الديزاين تبعك. من هون نختار السكان بادي اللي بدنا اياه، مثلا اذا اخترنا هاد، شايفين هاي بتصلوا للمخبري بهي الطريقة، بيحسن مباشرة يعمل لك عليها temporary crown في حالات الـ immediate loading. فبنقول له export planning وبنسمي الفايل وبنحسن نساوي له export. كمان في شغلة تانية ممكن تفيد، خصوصا أخصائي جراحة الفكين، ممكن نساوي تصدير لل تصدير للدايكون فايل للمثال مثلا الفك السفلي. في بعض الحالات اللي بيكون في محتاج انت اوجمنتيشن للبون مشان تدرس كيف رح تساوي عملية الطعم العظمي، سواء اذا بدك تقص التيتانيوم مش اوتسايد اوف ذا ماوس، او اذا بدك تجهز البي تي اف اي ممبرين كمان اوتسايد اوف ذا ماوس، او حتى اذا بدك تعرف ابعاد الطعم العظمي الذاتي اللي بدك تستعمله لتم المريض، ممكن تساوي تصدير للدايكون فايل على شكل اس تي ال ويطبع لك اياه المخبري، ويصير عندك المثال بين ايديك كأن عظم المريض موجود بين ايديك من برا، مشان تدرس الحالة بطريقة افضل وتسهل عليك الشغل كتير كتير. كمان من خلال الفيرتشوال بلانينج next، وبس هالمرة بنختار إذا أنت تتذكروا الماندبل اللي سويناه بالسيجمنتيشن next. هلا بسوي له تصدير أو بسوي له printing. طبعا هذا السوفت وير بحتاج كمبيوتر مواصفات عالية من ناحية ال 3D ومن ناحية الرامات. هذا هو المثال للي ممكن انه المخبر يطبعه ويصير عنا موجود بين ايدينا. يعني بهي الطريقة حبيت بس أشارككم شوية أفكار عن طريق عن هذا السوفت وير. ضل إنه أنتم تسووا داونلود لإله وتحاولوا شوي تشتغلوا عليه
كثير بسهلكم الشغل.